حصل توافق ما بين اليونان وما بين المصريين، واليونان حاولوا ان هم يستعطفوا او ينالوا رضاء الجاليات المصرية، لان المصريين كانوا وقتها مجرد ضيوف على ارضهم. بعد ما تم بناء مدينة الإسكندرية اتعملت ان هي كمستعمرة، مش هنقدر نقول ان هي عاصمة القطر الا وقت اوائل القرن الاول قبل الميلاد، لما تم قمع الكلام ده في 88 تقريبا. لا، المهم ان حصل واحد من البطليموس العاشر تقريبا عمل حملة على مدينة طيبة اللي كانت بتعتبر ان هي المصدر اللي بيخرج منه الثورات على اليونان، مدينة طيبة اللي هي الأقصر، لغاية ما عمل عليها حملة وقضى على آخر أموره تمرد. بعد كده فترة قليلة جدا دخل اليرومان وفرضوا سيطرتهم بشكل مباشر في الفترة بتاعت أوكتافيوس الآخرة. صفحة الرومان تختلف جدا عن اليونان، بمعنى أولا هم شعب عنصري إلى أقصى الدرجات، وهم أجداد الغرب حاليا. يعني لما بنيجي نتكلم عن الإنجليز هم أحفاد الرومان، لما بنيجي نتكلم عن الفرنسيين الألمان كل دول أحفادهم، من مش العرقية عشان ما حدش ياخد الكلام بشكل تافه، لا كل الناس دي أحفاد الرومان من حيث الفكر، هنسميها الأيديولوجية الاستعمارية، الهوس ان هو يفتح مستعمرات، الهوس انه يحكم كل بلاد العالم، وكل بلاد العالم الثالث او النامي او كذا، البلاد الضعيفه او البلاد السلاميه او المسالمه هي اللي تكوش وتبعت له لحد عنده بحكم ان جنابه عرق ارقى. النظره العنصريه دي مازال احفاد الرومان بيعاملوا بيها بقيه سكان الكره الارضيه، سواء بقى أمريكان، سواء كنديين، سواء أستراليين، سواء إيرلندا، سواء اسكتلندا، سواء إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، كل الناس دي ما زالت بتبص لسعادتك ولسعادتي في الشرق الأوسط والأقصى والأدنى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بيبصوا للبلاد دي كلها إن هم بلاد نامية، بيبصوا للبلاد دي ان هي عالم ثالث وعالم رابع وعالم خامس والى اخره من الاستهتار، بيبصوا لنا ان احنا خساره فينا الحق، يعني ان احنا ننال اي حاجه، مستنزفين. كان نفس المبدا اللي عايش بيه الرومان في مصر، فبالتالي المصريين ما كانوش بيحبوا الرومان قوي. اصدر قرار في القرن الثاني الميلادي اسمه الامبراطور ديكيوس ان كل مصري، فلاح مصري او روماني، كل رعايا اللي عايشين على ارض مصر هيروح المعبد الروماني، هيقدم وثيقة او شهادة كاتب فيها ايه بقى؟ لقد قمت بالتضحية وسكبت السكائب وذبحت الذبائح والتمس ان تشهدوا بذلك والسلام. يعني انا كمسيحي او كبعبد ازيس او بعبد القرن الثاني بعد الميلاد، ده توضيح للناس اللي بتقول ان بيعبدوا الحضاره وان هم انصاف مش عارف ايه. فتره دقلديانوس يوم 23 فبراير سنه 303 تم هدم الكنائس وحرق الكتب المقدسه المسيحيه وطرد كل المسيحيين من المناصب وحرمانهم من حقوق المواطنة. حط تحت الكلمة دي مليون خط، لفظ المواطنة في الفترة الرومانية هام جدا. ليه؟ هنعرف بعدين. تاني لدقلديانوس في مارس 303 سجن كل رؤساء الكنائس وتعذيبهم مما أدى إلى استشهاد مئات الآلاف من المسيحيين في مصر وخارجها. الكلام ده في فترة دقلديانوس. وعليه من شهر مارس 303 ظهر تقويم عند الأقباط بالذات المصريين اللي هو عام الشهداء اللي هو التقويم القبطي. 303 سجن كل رؤساء الكنائس وتعذيبهم
مما أدى إلى استشهاد مئات الآلاف من المسيحيين. كده احنا بنتكلم عن الديانة المسيحية وضعها ايه في الفترة للمسلمين. الرومانية. كان وضع المصريين او المسيحيين بالذات ايه مع الرومان. طيب. بعد كده حصل ابتدت الثورة الاولى بتاعت اليهود، الكلام ده سنة 115 ميلادي، وعليه تم تدمير الاراضي والممتلكات ونظم الري وهجرة الزراعة في آخر عهد، إلى يعني من أول 1115 آسف لغاية آخر عهد تراجان، الكلام ده سنة 117 ميلادي. الفترة دي مهمة لسببين: اليهود لما ثاروا ضد الرومان ما ثاروش عشان حقوق حاجة أو بيدافعوا عن حقوق المصريين كما يشاع، الكلام ده غير صحيح. اليهود كانوا بيطالبوا بحق امتيازات ليهم هم فقط، ما كانوش بيتكلموا عنهم وعن المصريين أو الناس الفلاحين اللي في الغيطان، وتدميرهم للممتلكات ونظم الري وهدم الكذا كان بدافع تعطيل مسيلة الضرائب. فده يثبت ان بما ان اليهود كانوا فئة متميزة في الفترة الرومانية، فده بناء عن حاجتين: اولا ان هم جباه، يعني انضموا للرومان ان هم يجمعوا الضرائب من المصريين، يعني كانوا الصوت او العصاية اللي بتجلد الظهر المصري. ثورتهم لم تكن عن المصريين تماما، والا كانوا راحوا استخبوا وسطهم، ولكن بنوا معسكراتهم فين؟ في ليبيا. الموضوع ده معروف. من ضمن التصرفات اللي عملها تراجان ان هو راح انشا حصن بابليون في مصر القديمه دلوقتي. رجع في عهد هادريان نوع من الهدوء، وبدا يصلح الفساد اللي حصل بسبب ثوره اليهود، لغايه ما ظهر امبراطور بلوى من سياحه اسمه انطونيوس بيوس. حصل عصيان مدني. عصيان مدني ازاي بقى؟ ان هم رفعوا ضرائب الناس امتنعت عن دفع، وعليه نشأت حرب اسمها حرب البقولية او حرب الزرع، بدأت من سنة 139 ميلادي لغاية سنة 170 ميلادي. طبعا النزاع هنا ما بين الطرف المصري اللي هو اللي تحت الارض اللي لا يعتبر مواطن، والطرف الناس اللي هي علية القوم اللي هم بشوات المناطق اللي هم يعتبروا اليونان ورثة الفترة بتاعت البطالمة، الناس الأعيان من اليونان مش الرومان اللي هم اتولدوا في مصر. يعني الراجل اليوناني جه يعمل الإسكندر عاش في مصر ومات فيها، ولاده كبروا بقوا يونان مصريين اللي بنسميهم احنا البطالمة، دول ما لهمش برضه دعوه بالشعب المصري لان هم ما ادوش المواطن المصري حق ان هو يبقى مواطن اصلا. انت راجل من العبيد او من الرعاع اللي عايشين في ارضي، بتشتغل نظير ان انت تاخد اجره يومك عشان تعيش عندي وخلاص. لا، سنه 193 حصل عصيان تاني برضه بسبب الضرائب. يعني احنا بنتكلم دلوقتي دخلنا في 100 سنه تقريبا. بعد كده عصر المحن بقى اللي هو بدأ من سنة 211 لغاية 305. 211 اللي هو الإمبراطور اللي قلنا عنه اسمه ديكيوس في القرن الثاني، اللي هو سنة 211. الراجل ده الراجل وسخ، ابتدى يؤمر المسيحيين ان هم يجيبوا شهادة: هروح هات لي من المنطقة عندك شهادة، طبعا هتدفع عشان الشهادة تاخدها، نظير ان انت توثق للعمده بتاع منطقتك او للبلد اللي انت عايش فيها ان انت راجل بتؤمن بالاصنام الرومانيه ومالكش دعوه بالمسيحيه خالص. 11 من ديكيوس لغايه نهايه عهد ديقلديانوس سنه 305. الفتره دي تسمى عصر المحن.